أعلن قائد القوات الروسية أخمت ونائب قائد الفيلق الثاني في الجيش الروسي أبتي علاء الدينوف أن الجيش الأوكراني فقد بالفعل أكثر من 30% من المعدات العسكرية التي حصل عليها من الغرب. إذن علاء الدينوف قال أن أغلب المعدات المتبقية تخضع للإصلاح، مضيفا إلى أن العدو فقد إلى جانب هذه المعدات أعدادا من الأفراد الذين كانوا مدربين بشكل جيد خلال العمليات الهجومية الأخيرة، موضحا أن نظام كييف يتكبد خسائر على جميع الجبهات. وأشار القائد العسكري الروسي إلى أن معظم الضباط الشبان في الجيش الأوكراني الذين كانوا مسؤولين عن تنفيذ عمليات هجومية على الجبهات الأمامية قد اختفوا تماما، ويتم حاليا تشكيل وحدات جديدة لتنفيذ هذه العمليات. إذن للمزيد من التحليل والمتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو بسام البني خبير الشؤون الروسية، وأيضا من كييف محمد البابا كاتب صحفي. أهلا بكم على شاشة القاهرة الإخبارية. أهلا أهلا. إذن أبدأ معك أستاذ بسام، هل فعلا يمكن أن تتسبب خسارة أوكرانيا 30% من دعم الغرب العسكري لها في حسم ممكن المعركة لصالح روسيا إن كان على المدى القريب أو المتوسط؟ مساء الخير أستاذ داني، مساء الخير سيد محمد من كييف، مساء أهلا الخير بك سيد قناة القاهرة الإخبارية. يعني بكل تأكيد ليس لدينا هنا في روسيا أوهام بأن هذه الخسارة قد تؤدي إلى الهزام كييف بشكل سريع، فلديها من القوة ما يكفي حتى الآن للإزاء بالقوات الروسية إذا ما قامت بهجوم مضاد واسع، ولكن نشاهد أن القوات الروسية تقوم بهجوم مضاد محدود في مناطق محددة ولكن غير شاملة. إذا نحن هنا نعم هناك 30% من المعدات التي تم تقديمها مؤخرا من أجل هجوم مضاد قد تم تدميرها، ولم يأتي علاء الدينوف بأي شيء جديد، فهو أكد ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ أسبوعين أو ثلاث عندما صرح بأن القوات الأوكرانية خسرت 30% من معداتها التي حصلت عليها من الغرب من أجل الهجوم المضاد. لكن لدى أوكرانيا المزيد من الوحدات القتالية والأسلحة الموجودة المعدة من أجل الهجوم المضاد، هم يختاروا أن تكون عملياتهم عمليات محدودة سموها لساعات البعوض أو شيء من هذا القبيل، ولكن الجيش الروسي حصن أموره بشكل جيد وحتى الآن لم يصلوا إلى خط الدفاع الأول إن صح التعبير. إذن أنتقل إليك سيد محمد، إذا كان الغرب لا يعطي لأوكرانيا إلا القليل من هذا السلاح الاستراتيجي المؤثر في سير هذه المعركة، طب إذن لمن تلجأ أوكرانيا لتعويض هذا الفقد الكبير في السلاح إذا اليوم سلمنا بصحة التصريحات الروسية؟ يعني أولا يجب توضيح صورة، ما تعلنه وزارة الدفاع الروسية بشكل مستمر هو يفوق الواقع، وما تخفيه وزارة الدفاع الأوكرانية أيضا هو لا يمت الحقيقة بصلة. الطرفين، الجانب الروسي يضخم خسائر الجانب الأوكراني، الجانب الأوكراني يضخم بشكل كبير خسائر الجانب الروسي، الطرفين يعانيان. الجيش الروسي يعاني بشكل كبير في بعض الجبهات، لديه تقدم في جبهات أخرى، الجيش الأوكراني يضغط في جبهات ويتراجع في جبهات. ساحة القتال، ساحة يعني خط التماس بين أو خط الاشتباك بين الجيش الأوكراني والجيش الروسي حتى هذه اللحظة يفوق 700 إلى 800 كيلومتر. في بعض المناطق يضغط الجيش الأوكراني يتقدم، مثلا في محيط مدينة باخموت يحاول إطباق الحصار على باخموت، في مناطق أخرى بالقرب من كوبيانس شن الجيش الروسي هجوم مضاد تراجعت القوات الأوكرانية. الجيش
الجيش الأوكراني هو جيش، يعني إن قارنا بالفارق بين الجيش الأوكراني والجيش الروسي، الجيش الأوكراني لا يشكل سوى يعني حجم الجيش الأوكراني لا يفوق 10% من حجم الجيش الروسي. مثلا أنا قبل يومين كنت في يعني جلسة مع أحد الضباط الأوكرانيين، كان يقول لي عندما نطلق قذيفة على موقع روسي نتلقى رد بعشر قذائف، أي أن يعني حجم النار الروسية أو حجم الضغط الروسي أو الضغط الناري الروسي يفوق الضغط الأوكراني بعشر مرات. لذلك هناك مناشدات ومطالبات من الجيش الأوكراني ومن الرئيس الأوكراني ووزير الدفاع ورئيس الوزراء من الشركاء الغربيين من حلفاء أوكرانيا بزيادة تقديم الأسلحة، لأنه مهما تم تقديم أو ما تم تقديمه من أسلحة هو لا يوازي 20-30% ما حشدته القوات الروسية في الخطة الدفاعية التي أحكمتها بشكل كبير على طول خط ممكن القول من منطقة خرسون باتجاه منطقة خاركوف، أي ما يزيد 800 كيلومتر. في مناطق استطاع الجيش الأوكراني خرق الدفاعات الروسية والتقدم، قامت الجيش الروسي ببعض التشكيلات العسكرية لنقل وحدات من مثلا من زاباروجيا باتجاه محيط باخموت باتجاه محيط أدفييفكا مارينكا، مثلا قام بنقل وحدات من لوغانسك من عمق لوغانسك باتجاه كوبيانسك وبدأت تتحرك هذه الوحدات. الجيش الأوكراني أيضا يقوم بتبديلات عسكرية، كان لدى الجيش الأوكراني خطة واجهت صعوبة كبيرة هذه الخطة بطبيعة الدفاعات، دفاعات الجيش الروسي مثلا حقول الألغام، الأفخاخ التي وضعتها القوات الروسية، الأفخاخ الدفاعية، الخنادق الكبيرة والممتدة على عشرات الكيلومترات، يعني الاستراتيجية الدفاعية الروسية التي يعني قامت بخلق مساحة تفيق من 10-15 كيلومتر هي بين مساحة حقول ألغام، خنادق، أفخاخ، خطط دفاعية للقوات الروسية استعدت جيدا للهجوم الأوكراني المضاد. لذلك الهجوم الأوكراني المضاد بشكل ضعيف، هناك خسائر للجيش الأوكراني. مثلا إن استذكرنا عندما حاول الجيش الروسي الدخول إلى باخموت خسر جنود وآليات وأعداد كبير. دائما بالقيب يعني بالرؤية العسكرية الفرق المهاجمة تتلقى خسائر أكثر من الفرق المدافعة. نحن الآن أمام امتحان كبير للقوات الأوكرانية، هل ستستطيع استمرار الهجوم المضاد كما تزعم والتقدم لتحرير الأراضي، أم ستلجأ إلى استراتيجيات أخرى مثلا على غرار ما حصل في خرسون، ضرب مراكز الجيش الروسي، استخدام صواريخ بعيدة المدى. ولذلك نسمع أصوات وزير الدفاع الأوكراني والجيش الأوكراني يطالبون الشركاء الغربيين بالحصول على صواريخ وطائرات صواريخ بعيدة المدى لضرب عمق المناطق الروسية. إذن شكرا لك محمد، قد وصلت الفكرة جيدا. أنتقل إليك أستاذ بسام، وفي نفس الإطار، وما حقيقة اختفاء معظم الضباط الشبان في الجيش الأوكراني الذين كانوا مسؤولين عن تنفيذ عمليات هجومية على إذ قلنا الجبهات الأمامية وفقا طبعا ما أعلنه الجيش الروسي؟ سأجيبك عن موضوع الشبان ولكن سأجيبك فورا، ولكن دعيني أن أعلق بعدها على ما قاله أستاذ محمد من كيف. يعني أولا موضوع الشبان منهم من سلم نفسه للجيش الروسي ومنهم من قتل، هذه نقطة. أما عن موضوع ما قاله الأستاذ محمد حول أن الجيش الروسي بنى خط دفاع، نعم بنى خط دفاع، ولماذا أنتم مستغربون؟ يعني نحن في حالة حرب، هل يريد زيلينسكي كان أن يصل إلى موسكو؟ يعني كما كان يصرح وكان يقول أن الهجوم المضاد سيحرر كل الأراضي التي اقتطعتها روسيا بما فيها شبه جزيرة القرم إلى آخر هذه الرواية، حتى أن سمعنا بأنه سيمتد إلى منطقة بلغراد وغيرها من المدن ويأخذها ويحررها من الجيش الروسي وإلى آخره. يعني الأوكران بالغوا جدا وزيلينسكي بالغ جدا في تصريحاته، لذلك هذا الهجوم المضاد فقد كل مصداقيته لدى الغرب. لا يمكن لأوكرانيا أن تنتصر عسكريا على روسيا مهما فعلوا ومهما زودوها من أسلحة، سواء كانت صواريخ طويلة المدى أو غيرها. كل ما هنالك أنهم يزيدوا في مرحلة الصراع مدة ويزيدوا حجم الخسائر البشرية والبنية التحتية من كلا من أوكرانيا نفسها ومن روسيا أيضا تتعرض لخسائر بالأرواح البشرية. لذلك نحن أمام مصالح أمريكية في أوكرانيا يحاربون روسيا بالوكالة
الحالي بيد الجيش الأوكراني، ولكن الجيش الأوكراني فشل عن تحقيق كل ما هدفت إليه الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى أن سياسة الناتو العسكرية أو التكتيكية العسكرية الأمريكية فشلت، والبريطانية فشلت، حتى أنهم لجأوا إلى إرهاب دولي إن صح التعبير باستخدام المسيرات لاستهداف ناقلة نفط من هنا وبارجة عسكرية من هناك واستهداف المباني المدنية في قرب موسكو وفي موسكو بالدرونات الحديثة إلى آخره. هناك تواطؤ غربي كامل من أجل إضعاف روسيا، ولا يمكن لروسيا أن تهزم في هذه الحرب مهما فعلوا ومهما زودوا من أسلحة. كل ما في الأمر أنهم يطيلوا أمد الصراع ويطيلوا ويكبروا حجم الخسائر الأوكرانية، وما تزويد أمريكا في الجيش الأوكراني بالقنابل العنقودية المحرمة دولية إلا عبارة عن جريمة حرب يقومون بها على الأراضي الأوكرانية. يقولون لك نحن أخذنا منهم تعهدات لا تستخدم هذه القنابل إلا على الأراضي الأوكرانية. ماذا يعني ذلك؟ هل يعني داخل أوكرانيا مسموح أن تستخدم قنابل محرمة دوليا وخارج أوكرانيا ممنوع؟ يعني هناك انفصام في الشخصية السياسية والعسكرية الغربية ومن وراءها في كييف ومن وراءها الغربية. إذن دعني أنتقل إليك، شكرا لك سيد بسام، ودعني أنتقل إليك الآن سيد محمد. إذا كنا نريد أن ننتقل الآن إلى بعض من التقديرات الأمريكية والموقف الأمريكي، حيث تنصح صانع القرار في البيت الأبيض بفتح جبهات أخرى مع روسيا، سواء إن كانت في روسيا أو أفريقيا، لتشتيت جهودها العسكرية في حربها ضد أوكرانيا. ما تقييمك إذن لمثل هذه التقديرات؟ لا يمكن الحديث أن ما يحصل في إفريقيا أو في أماكن أخرى هدفها تشتيت الضغط العسكري الروسي، لا، لأن الجيش الروسي جيش كبير لديه قدرة على يعني فتح أكثر من جبهة في أكثر من بلد. ولكن أولا لنقول الواقع، دائما نسمع للبروباغندا الروسية والماكينة الروسية أن الغرب والغرب والغرب. يا عيني، من بدأ الحرب؟ من بدأ الغزو؟ روسيا هي من بدأت الغزو. الجيش الروسي هو أول من قام بغزو الأراضي الأوكرانية باستهداف العاصمة كييف والمدن الأوكرانية يوميا. يتم اليوم صباح هذا اليوم كان هناك هجوم على زاباروجيا، بالأمس كان هناك هجوم على منطقة أخرى، على روفنا، على الفيف، على كييف، يتم على ديبروبيتروفسك، على أوديسا، يتم استهداف المباني السكنية. بالأمس في منطقة بروفوكس استهدفت القوات الروسية مبنى سكني، قتل مدنيين. عندما هرعت يعني عناصر الشرطة والدفاع المدني لمكان يعني الاستهداف، بعد 40 دقيقة عاودت القوات الروسية واستهدفت المكان، مما أدى لسقوط ضحايا أكبر. لا يمكن الحديث أن الغرب هو يدعم الحرب. نعم، أوكرانيا طلبت مساعدة الغرب عندما دخلت القوات الروسية وحاولت يعني احتلال العاصمة كييف واحتلت عدد من المدن الأوكرانية. ليه أوكرانيا الحق في طلب المساعدة من أي مكان، ومن يقدم السلاح لأوكرانيا الجانب الأوكراني هو ممتن له. نعم، هناك صراع طويل، يعني الحرب الأوكرانية لا يمكن الحديث عنها أنها حرب ستنتهي خلال يوم أو يومين أو شهر. هي حرب طويلة الأمد، تحولت إلى حرب استراتيجية. حلف كبير يدعم أوكرانيا تدريجيا بالسلاح، ونحن نرى منذ بداية الحرب كان هناك أسلحة محرمة أن تحصل عليها أوكرانيا، مثلا منظومات باتريوت، دبابات متطورة، صواريخ تفوق 100 كيلومتر، ولكن تدريجيا ستحصل أوكرانيا على سلاحها. نحن الآن نحلل ما يتم أو ما يتم الحديث عنه في من خلال وزارة الدفاع الروسية عن اختفاء جنود أوكرانيين. الجيش الأوكراني قام بتبديل وحدات، قام بتغيير في نظام، ويتم الآن إعداد دراسة جديدة لطريقة الهجوم المضاد وكيفية تنفيذ الخطط التي رسمتها وزارة الدفاع الأوكرانية. الحرب جولات، ستنجح في جولة، ستفشل في جولة، ولكنها مستمرة حتى هذه اللحظة. الآن ما يمكن الحديث عنه أن أوكرانيا تعيد حساباتها في أكثر من جبهة، في أماكن فشلت في تحقيق تقدم أو انتصار، وهي يعني بخلال الدعم الغربي، التي يعني أوكرانيا لا تستطيع القتال ولا تستطيع تحرير أراضيها بدون مساعدة. شكرا لك، قد وصلت الفكرة. شكرا لك، كنت معنا محمد البابا من كييف، كاتب صحفي. سيد بسام البني، شكرا لك على كل هذه المعلومات. كنت معنا من موسكو خبير الشؤون الروسية، شكرا لكم مجددا.